بسم الله وعلى البركة انطلق بحفظ الله ورعاية الشوط المفتوح، شوط الابكار المفتوح على الخير المقدمة من ثياب الراشد الحاشمي. ما شاء الله على هذا العدد، شوط الابكار المفتوح، ناخذ مقدمة الشوط اللي في المركز الاول، مشكورة في المركز الاول نصر بن سعيد العمري يقدم، مشكورة هم المركز الثاني في المركز الثاني، الشايبة في المركز الثاني، غانم بن حمد ايضا الحاشمي في المركز الثاني والمركز الثالث تفوز، المركز الثالث تحمل رقم 9 اللي هي غنايم غنت في المركز الثالث، غنت دخلت المركز الثالث، علي بن محمد الزرعي في المركز الثالث والمركز الرابع، ايضا في المركز الرابع العبرة في المركز الرابع، عتيق بن سالم بن يعروف الزرعي، ونعود للمركز الاول، نعود للمركز الرابع في المركز الاول، ناخذ مقدمة الشوط في المركز الاول اللي مشكوره نصر بن سعيد بن محمد العمري، وصلوا اهل الطلايب، وصلوا ما شاء الله المركز الاول، ايضا التنافس المركز الاول اللي خذت المركز الاول اللي هي غند في المركز الاول، عتيق بن سالم بن يعروف الزرع، ولكن دخول المركز الثاني العزره في المركز الاول، عتيق بن سالم بن يعروف الزرعي والمركز الثاني هناك، اذا غند في المركز الثاني علي بن محمد بن علي الزرعي، ما شاء الله لهذا الشوط غند، لا زالت في المركز الاول علي بن محمد بن علي الزرعي، وهناك ايضا العزره عتيق بن سالم بن يعروف الزرعي والمركز الثالث، مياسه في المركز الثالث محمد بن سلطان الهاشمي، ما شاء الله مياسة في المركز الأول، السلالة الصغانية في المركز الأول، هذه هي لا زالت في المركز الأول، مياسة محمد بن سلطان الهاشمي المركز الثاني، المركز الثاني اللي هي غند في المركز الثاني علي بن محمد بن علي الزرعي، والمركز الثالث أيضا العزرة عتيق بن سالم بن يعروف الزرعي، ما شاء الله التوقيت في خطر الجماعة، التوقيت قطعت المسافة في دقيقتين واربع ثواني، التهنية والناموس ايضا لمحمد بن سلطان الهاشمي.